كل بلد تلاقي فيها الولي بتاعها، فهمت ازاي؟ فانا متعود اما اروح اي بلد اقول لهم فين الولي بتاع البلد دي عشان نزوره، لان النبي كان يزور القبور كل يوم، مش كل سنة، ده كل يوم كان يزور صلى الله عليه وسلم، يزور ويزور شهداء احد مرة في الاسبوع، ويزور البقيع مرتين احيانا في اليوم، لا يفوت يوم الا والنبي يسلم عليهم ويزورهم على فكرة. فزيارة قبور المسلمين دي سنة نبوية شريفة. ليه؟ لأن أولا فيها إيناس للميت وإدخال السرور على قلبه، وأن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة، فالدعاء فيها مستجاب وعندها مستجاب، لأن بتبقى تحفها الملائكة. عشان كده النبي كان يروح هناك يدعي لنفسه يقول السلام عليكم درك أنتم السابقون، اللهم اغفر لنا ولهم، يعني بيدعي لنفسه. طب ما كان يدعي لنفسه أخي وقاعد في حجرته، من النبي دعاء مستجاب في كل حتة، لكن النبي أراد أن يعلمنا التماس بركة قبور المسلمين حيث أنها روضة من الجنة.